كان صالح صالح بن ناصر الناصري كان شديد عليكم. هو مو جديد، لا ينقل الرسالة إلى الصحيحة الأمير من فيصل فهد. فيصل فهد بالتمام. بالتمام. يعني الحمد لله الواحد يفتخر انه كلمته، انه يا انت مسوي اللي عليك وبس. صراحة الله يغفر له ويرحمه راح. نعم كنتوا تهابونه؟ صراحة. انتهابا، لانه فعلا يعني الواحد يخجل من نفسه كتاريخ، انك تعسك فيه يخسرون عليك. اتكلم عن الامير انا فيصل بقول بن لك فهد، فيصل انت فهد دبلوماسي يا فواز. له، لا لا الامير فيصل بن لا فهد شديد، تهابون من كان ناحية شديد. الهزايم، من ناحية الشيء هذا ما زي أدري. ايش؟ عطني يعني الكواليس. زي اتذكر دور خليجي في اللي في عمان، يعني من خلال هذاك الوقت سوى اجتماع، احنا تفاجأنا، كان مدربنا زيادة ذاك زقال. الوقت. كان ذاك الوقت فيصل فهد يعني فعلا، يعني الله يخليه يرحمه. الله يرحمه، يعني شديد. تكلم معنا قال شوف انا من ناحية اني ابيكم تقدمون المستوى اللي انتم يعني مثل ما تقول تدونه في الملاعب، في الملعب، في المنتخبات، في ضد اي منتخب كان انتم الاقدر، انتم فلكن هو طبعا الغى عقد زجال وجاب خليل زيان. صدق بالدوره ذيك كنا طبعا تاثرين، كانت في اشياء بالعراق وايران لا ذاك أبقى الوقت. قال موقف هو له. بالحرف الواحد قال هذول ما يدرون يرجعون لحالهم ولا لا، وانتم مرفهين ليه يهاجمونكم؟ احنا طبعا إيش قال؟ هو قال ليه يهاجمونكم بالنتيجه هذه وش قال هو؟ وانتم ادرى، احنا جبنا السالفه. يقول هذول يرجعون لحالهم. هي ما يدرون هم فيه ولا لا، يعني مثل ما تقول اعطانا اتفانت، يعني اعطانا روح والله العظيم ودنا نلعب مباراة طيب فعلا، يعني حققنا المركز الأول بعدها طبعا. عقابه، اذكر لي احد عقاباته عقباتها معروفه. طبعا شفنا الصحف ذاك الوقت اي ايش رجاله عقاباته؟ حققنا طلعنا. لا العقوبات اللي من الامير فيصل للاعبين لا المنتخب. هو طبعا على المدرب، على اللعيبة يتكلم معهم، يعني مثل ما تقول كل واحد لحاله يتكلم فيه، بعصبية. يعني مو بعصبي، كان لا يعني حصل لك كلام موقف؟ بس انه يحسسك انه حصل لك ما موقف في. معه؟ انا مرضى، يعني كيف؟ هي واحدة أعطني اللي يا بقول طهيب لك. فواز يعني أن انا شاهد على الحدث. اتذكر البطولة اللي اقيمت في طائف ضد العراق، ضد العراق طبعا. انا طبعا 3 شهور 4 شهور حاصلين على كاس اسيا، وحاصل على كاس افضل حارس في اسيا، فواحد يعني مثل ما تقول عبد الدعيع ما فيه روسه، انه خلاص ما عاد يجي اهداف، ما عاد يجي اهداف بسيطه. تمام. طبعا اول مره ضد العراق وكنت تعبان، يعني ليله مرات والله هذا الله فوقي دخل علي صالح النايره قال لي عبد الله انت من طبيعي، لاني تعبان. قلت والله تعبان لاني خبر الحوية، بكرة مباراة احنا مع العراق. تمام. فجاني قلت يا ولد يمكن مع التسخين، فخذاني على صدرك. الدكتور طبعا ككابتن صالح ما انسى، نزلني للدكتور واعطاني بعض الاشياء، فالحين هديت انا تخبر حايلي ما شاء الله. قلت يعني حاجات الحمد لله. فأقول لك اني صحصحت يوم المباراة، فالتسخين سخنت، رجع لك. صار عندي الباب بابين، يعني بركز عجز. فجابوا الأول جابوا الثاني، فقلت للخليل غيروني خلاص أنا ما أقدر. فالاحتياط منه هو سمير السليماني، حتى علي داود يعني تعليقه، وانا وصالح يعني انا تفاجأت خلاص، ايش يعني قال علي داوود؟ مثل ما تقول علي داود قال ايوه هذه الحراسه، يعني مثل ما تقول انه يعني يقصد انك عبد الله انا ما توقعنا انك بالمستوى هذا ينزل مستواك. وخالد الله يحفظه بطول عمره، ايه يعني طبعا. بعدها صار علي مية داوود، مره. علي علي داوود داود من الناس اللي نحبه احنا، بغض بس النظر عنه. فلاك شو انا بقول لك، بعد مباراة
هذه اللي كلمة فيصل بعد رحمة الله عليه، مسك جوني بعد المباراة صالح زعلان. حسيني رحمة الله عليه، دهام كلهم اللي بالمنصة قالوا فيصل بن فهد يقول لك لا خلاص هذه عدت والحمد لله ومدري ايش، واللي يتكلم انا اللي من اللي نقل طبعا لك؟ نقول جابوه الاتحاد السعودي، من جاني بالغرفة حق بالحوية منهم؟ بعد المباراة، منهم؟ جسمه حسيني الله يرحمه الله كم يرحمه. الاتحاد السعودي، ودهام الله ادهام يشفيه يطول بعمره. الله يطول عمره. فأنا سكت. بعدها بشهرين بالمغرب في بطولة، طبعا قبل البطولات لازم يقعد معك في صفات، فصار اجتماع اقسم بالله وهذا الله فوي. نعم. فاللحظة ذيك شوف ما نسى، قال لي طبعا بخر القهوجين التصوير الشيء، احنا قعدنا معه، احنا دائما ترى نقعد مع فيصل الحال لا مع الصحافه لاول مره اقولها. تفضل. انا قال وانا اتعيا، قلت سمى الله يحييك وقوم الله يرحمه. قال وراك ضد العراق تسوي كذا ومن شلون، وادري انك تعبان يقول كذا. ايه قلت والله يا ابو فيصل، انا من حبي لوطني لعبت ومثلت فريق القصر، هذه درس لي كانت لي بالنسبه لي، وهذا صالح نعيم كابتن الفريق يقول لك الحقيقه، جاني بنفس ليله المباراه وحبي لوطني لعبت. فسبحان الله قال لي انت رجعت بعدها بيومين 3 ايام، لعبنا على المركز الثالث والرابع ضد منتخب قطر وصديت ضربة جزاء، طبعا بعد ما تحت ورجعت طبيعي انفذ، فلكن اذكر انا رجعت مثل ما تقول طيب وش قال؟ وش كمل الامير فقال فيصل؟ هو طبعا فيصل بدر اشكرك على انك جبت المركز الثالث بس وانك كان معصب بداية الموضوع. هو بداية الموضوع بس، فلكن لا تفكر ان فيصل بعد ما يعطيك طيب الكلام.